بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مقرر نظرية المرونة الخطية Linear Theory of Elasticity، والمقرر موجه إلى طلبة كلية التربية وطلبة كلية العلوم. في المحاضرة دهيت المحاضرة أو في هذا المقرر بينقسم إلى جزئين، الجزء الأول Introduction to Cartesian Tensor، والجزء الثاني Linear Theory of Elasticity. في الجزء الأول عايزين ناخد محاضرة الأولى بعنوان Introduction to Cartesian Tensor. اللي عايزين نعرفه في المحاضرة دهيت يعني Scalar, Vector, Tensor, Cartesian Coordinate System, Kronecker Delta, Permutation Symbol, Job of Kronecker Delta, Job of Permutation Symbol, Relation between Permutation and Kronecker Delta, The Scalar Product, The Vector Product, The Triple Vector Product and Example. في هذه المحاضرة عايزين ناخد مقدمة عن بعض الكميات اللي هنستخدمها أو بعض القوانين اللي هنستخدمها في نظرية المرونة الخطية. وأول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه سكيلر. السكيلر أو الكمية القياسية هي كمية يلزم لتعيينها معرفة مقدارها واتجاهها زي التايم واللينس والماس. فيكتور هو كمية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها زي الفلوسيتي والاكسليريشن والفورس والمومنتم. التنسور هو تعميم للسكيلر والفيكتور، وهو كمية يلزم لتعيينها معرفة مقدارها واتجاهها وتخضع لقانون تحويل معين. هنبدأ بحاجة اسمها الكارتيزيان كوردينيت سيستم. لو انا عندي احداثيات بسميها اكس واي وزي، والاي والجي والكي هي متجهات الوحدة الاساسية في اتجاه الاكس والواي والجي، هستبدل الاكس واحد باكس، هستبدل الاكس باكس واحد، وهستبدل الواي باكس اتنين، وهستبدل الاكس تلاتة مكان الزي، والاي والجي والكي هرمز لهم باي واحد واي اتنين واي تلاتة، اعادة كتابة الرموز بصيغة مختلفة. وبالتالي اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة بدلا من اكس واي وزي اللي هكتبهم في صورة كومباكت اكس اي والاي من واحد واتنين لحد تلاتة. الاي والجي والكي هكتبهم اي واحد اي اتنين اي تلاتة وفي صورة كومباكت اي اي بتساوي اي اي هي متجهات الوحدة الاساسية والاي واحد واتنين وتلاتة. وبالتالي الكلاسيكال فورم لاي فيكتور، الشكل الاساسي لاي فيكتور موجود في ثلاث ابعاد، هو عباره عن اي واحد في اتجاه الاي زائد الاي اتنين في اتجاه الجي زائد الاي تلاتة في اتجاه الكي. وبالتالي نفس الفيكتور ده هكتبه في صوره تنسور فورم اي ايكوال تو اي 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 والاي واحد واتنين وتلاتة. هلاحظ ان الصوره دي مصغره عن الصورة الأساسية اللي مكتوب بها الفيكتور في الصورة التقليدية، وهنتفق ان الانديسيز المكررة مرتين هو عبارة عن سمشن، بحيث ان انا لما اخد الاي بواحد تدي الحد الاول، لما اخد الاي باتنين تدي الحد التاني، لما اخد الاي بتلاتة تدي الحد التالت، ودبل اي الاي مكررة مرتين معناها سمشن، بس هنحذف السمشن للسهولة. يبقى الصورة ديت هي نفسها الصورة ديت لكن مكتوبة في التنسور فورم. يبقى ده فيكتور مكتوب في صورة تنسور فورم. الكرونيكال دلتا هي عبارة عن مصفوفة الوحدة في الجبر الخطي بتساوي واحد لو الاي بتساوي جي، وصفر لو الاي لا تساوي جي. ومصفوفة الوحدة دهيت هي عبارة عن الاي اي دوت الاي جي، ودلتا اي هي نفسها دلتا جي اي، بمعنى ان انا لو دورت مصفوفة الوحدة مش هيحصل تغيير. ودلتا اي اي بيساوي 3 لان الدبل اي معناها سميشن، سميشن معناها اجمع عناصر القطر الرئيسي تطلع 3. البرميوتيشن سيمبل دي عبارة عن الاي اي دوت اي جي كروس اي كي، حاصل الضرب الثلاثي الاتجاهي للثلاث متجهات الوحدة الأساسية اي اي واي جي واي كي، وبيساوي واحد لو الاي والجي والكي ايفن بيرميوتيشن، باخدهم في عكس اتجاه عقارب الساعة، وبيساوي ناقص واحد لو انا واخد الاي والجي والكي مع اتجاه عقارب الساعة، وزيرو اذروايز لو الانديسيز اتكررت
او ما اتبعتش الرولز اللي هي مع اتجاه عقارب الساعه او عكس اتجاه عقارب الساعه. ايه وظيفه الدلتا اي جي او الكرونيكال دلتا؟ دلتا اي جي اكس جي، لما الاقي دلتا اي جي تدخل على اي رمز بتلغي الانديسيز المتشابه، وبالتالي دلتا اي جي اكس جي هي نفسها اكس اي. اقدر اثبت الكلام ده بان انا اخد الطرف الايسر هنا واجمع على الاي جي، لان انا قلت ان الدبل جي معناها سميشن، لما اجمع على الجي تديني ثلاث حدود، ولو خدت الاي بواحد تديني معادله دلتا اي جي بتساوي واحد لو الاي بيساوي جي يبقى يديني الحد ده والباقي بصفار، لو خدت الاي باتنين هتديني الحد ده والباقي بصفار، لو خدت الاي بتلاته هتديني الحد الاخير والباقي بصفار، يطلع لي اكس واحد اكس اتنين واكس تلاته اللي هي الاكس اي. دي وظيفه الكرونيكال دلتا. وظيفه البرميوتيشن سيمبل، المحدد بكتبه بالصوره التقليديه البسيطه دي، لكن لما اجي اكتبه في سير التنسور هستخدم البرميوتيشن سيمبل ايبسلون اي جي كي اي اي 1 اي جي 2 اي كي 3. العلاقه ما بين البرميوتيشن سيمبل والكرونيكال دلتا موجوده بالصوره دي. لو الاندكس الاول في الابسلون والاندكس الاول في الابسلون متساويين اقدر اطبق العلاقه دي، دلتا جي ام دلتا كي ان ناقص دلتا جي ان دلتا كي ام. لو الدبل اندكس متساويين دل ابسلون دلتا اي جي ابسلون اي جي كي بيساوي صفر، واقدر اظبط العلاقه دي بان انا اجمع على الاي مره واجمع على الجي مره ثانيه. العلاقه رقم 3، دلتا اي ابسلون اي جي كي ابسلون اي جي تي بيساوي 2 دلتا كي تي. العلاقه الاخيره ان الابسلون اي جي كي ابسلون اي جي كي بيساوي 6، واقدر اظبط الكلام ده بان انا اعمل سميشن على الانديسيز المتكرره مرتين، اعمل سميشن على الاي وسميشن على الجي وسميشن على الكي. استخدامات الدلتا والبرميوتيشن سيمبل في ان انا استخدمهم في التعبير عن الكميات الرياضيه او القوانين الرياضيه اللي انا استخدمتها في الجبر الخطي، بان انا استخدم في ايجاد حاصل الضرب القياسي والاتجاهي والثلاثي بالصوره دي. هنفرض ان احنا عندنا ثلاث متجهات A و B و C مكتوبين في صورة تنسور فورم، وعايز اجيب الاي دوت بي، فبكتب المركبات جنب بعضها واستخدم العلاقة ان الاي اي دوت اي جي بيساوي دلتا اي جي، وبالتالي اي دوت بي هي عبارة عن الاي اي بي جي دلتا اي جي. هستخدم الجي كوظيفة للبي جي هتساوي اي جي بي جي. الفيكتور برودكت، احنا الفيكتور برودكت بنعبر عنه في الكلاسيكال فورم عبارة عن انه محدد، وبفك المحدد بالصورة التقليدية ده هي. لكن لما احب اكتب المحدد في صورة تنسور فورم يبقى A كروس B في اتجاه الاي هي عبارة عن الابسلون اي جي كي اي جي بي كي، ولو فكيت العلاقة دي هتديني المركبة الاولى في اتجاه الاي والمركبة الثانية في اتجاه الجي والمركبة الثالثة في اتجاه الكي. لو الاي واحد تديني المعادلة الاولى، لو الاي باتنين هتديني المعادلة الثانية، لو الاي بتلاتة هتديني المعادلة رقم ثلاثة. التريبل فيكتور برودكت، في الصورة التقليدية بنكتب الاي دوت بي كروس سي في صورة محدد ونفكه بالشكل ده، لكن في صورة التنسور فورم هنكتب الاي دوت بي كروس سي عبارة عن ابسلون اي جي كي اي اي بي جي سي كي. example prove this ان الاي كروس بي كروس سي بتساوي بي في اي دوت سي ناقص سي في اي دوت بي. البروف انا هاخد الطرف الايسر وهسمي اي كروس بي بدي، وبالتالي هتصبح الطرف الايسر اي كروس بي كروس سي هو عباره عن اي كروس الدي، وانا عايز احسب المركبه دي في اتجاه الاي هتبقى ايبسلون اي جي كي اي جي دي كي ناقص احسب الدي كي، الدي كي هي عبارة عن البي كروس السي، وبالتالي دي كي لما اجي احسبها بي كروس سي لازم ابدأ بكي عشان الاندكس هنا كي هو عبارة عن الابسلون كي ام ان بي ام بي ان. هاخد العلاقة دي واحطها هنا،
اوصل للصوره ايبسلون كي اي جي ايبسلون كي ام ان اي جي بي ام سي ان. هستخدم العلاقه ما بين الكرونيكال دلتا والبرميوتيشن سيمبل اللي هي العلاقه ده، وعوض ووزع شويه حسابات رياضيه وابدا اجمع الحدود المتشابهه. هلاقي ان دلتا اي ام مع البي ام، ودلتا جي ان مع الاي ان، وهنا دلتا جي ام مع البي ام، ودلتا اي ان مع سي ان. استخدم وظيفه الدلتا اوصل للعلاقه دهيت بي اي اي ان سي ان ناقص سي اي بي جي بي اي جي بي جي. دي مكتوبه في صوره تنسور فورم، هكتبها في صوره متجه، هتدي اي بي في اي دوت سي ناقص السي في اي دوت ال بي. هوم وورك فايند اي دوت بي كروس سي. هوم وورك اخر فايند اي كروس بي كروس سي كروس دي. هوم وورك 4 فايند اي دوت كروس بي دوت سي كروس دي. زامبل 5 بروف ذات اي كروس بي دوت بي كروس سي كروس سي كروس اي هي عباره عن اي بي سي اللي هي اي دوت بي كروس سي الكل سكوير. دي نهايه المحاضره، وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.